نهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار هي لنا دار. كل عام وأنتم بخير، كل عام والسعودية بخير، كل عام والشعب السعودي والقيادة السعودية بخير. تفاصيل الحالة الجوية نستعرضها الآن. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. المنطقة الشمالية بدأت تتأثر بالتيارات الغربية ذات درجة الحرارة الأقل من المعتاد القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام، وانخفضت درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية ويتوقع أن تنخفض بشكل إضافي خلال نهار يوم غد الجمعة لتكون أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة وفرصة لزخات رعدية من الأمطار بشكل يومي فوق مرتفعات جازان وعسير ومنطقة الباحة وأيضا الطائف. نبدأ نشرتنا بخرائط توزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الخميس وخلال الأيام القليلة القادمة يوم الخميس. تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار متوقعة فوق مرتفعات جازان وعسير، في حين تكون الأجواء مستقرة بشكل عام باستثناء المنطقة الشمالية حيث تتأثر كما ذكرنا بتيارات غربية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد. تعمل هذه الرياح على نشاط في سرعة الرياح وأيضا إثارة الأتربة والغبار خلال ساعات النهار. يوم الجمعة بإذن الله تتجدد فرص هطول زخات الأمطار الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تكون محلية الطابع بالمجمل وضعيفة بشكل عام. أما المنطقة الشمالية بإذن الله يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي خاصة فوق مرتفعات تبوك، مرتفعات الجوف وأيضا شمال منطقة الحدود الشمالية، تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن الأجواء تكون مستقرة بشكل عام. يوم السبت لا تغيير على الحالة الجوية باستثناء الارتفاع مجددا أو التدريج على درجات الحرارة فوق المنطقة الشمالية، وتستمر الغيوم الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة 40 إلى 27 درجة مئوية، يوم السبت رياح نشطة وأتربة مثارة مع 39 إلى 26 درجة مئوية، ونفس الأجواء والحرارات المتوقعة يوم الأحد. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يكون الطقس غالبا صافي مع 28 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 27 ورطوبة منخفضة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الجمعة. نبدأ شمالا، تبوك 34 إلى 20 درجة مئوية، لاحظوا الانخفاض الملموس على درجات الحرارة. سكاكا 33 إلى 22، وعرعر 34 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء صافية. المنطقة الغربية مدينة جدة تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 28، المدينة المنورة 39 إلى 30، مكة المكرمة 43 إلى 29، والطائف زخات رعدية من الأمطار مع 32 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في الباحة 27 إلى 19، 30 إلى 19 في أبها، أما جازان 36 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 39 إلى 28، الإحساء 40 إلى 22، وحفر الباطن أجواء صافية مع 42 إلى 25 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 40 إلى 27، بريدة 39 إلى 26، وحائل 36 إلى 19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.